بعد أن كان سندا لها لسنوات طويلة. ها هو زوجها ذو 70 عاما يستند بكل ثقله على كاهلها النحيل. الحاجة سعيدة خوري امرأة قوية تحدت ظروفها المعيشية القاسية وتواصل رعاية أسرتها النازحة في مديرية ميدي شمال محافظة حجة. لا تكل سعيدة عن طرق كل الأبواب كي تبقي أسرتها على قيد الحياة. الحاج مريض تعبان عنده كتام وعنده يعني قالوا تكل أيام تتوب وقالوا عنده حمى الظنك واليوم تحاللتك وحقه ما كتلاش الحمى الظنك ولا أي حاجة. تطوف باكرا في مركز الجعدة الطبي بمديرية ميدي علها تنقذ شريكها مما حل به بعد أن أخذت السنين من صحته الكثير، إذ لم تنل شيخوخته من سمعه وبصره فقط، بل لم يعد يدري أين استقر بهم النزوح من مديرية عبس الساحلية قبل قرابة العام. يا أخي أنا معايا من ال... من الصنجة. كل ساكن في الجعدة. ساكن في الجعدة. والله لا أدري ساكن في الجعدة ولا فيان. حال كان معذر في يبقى. معاناة الحاجة سعيدة في رعاية أسرتها المكونة من الزوج والستة أفراد من النساء والأطفال تفرض عليها أيضا توفير المياه بشكل يومي إلى جانب تلبية احتياجات مواشيها، فضلا عن اقتسام مرارة العيش مع شريك حياتها منذ زمن طويل. البرد أنا بطالي واحد دور في مطرها نوية وأنا غرفة دارة فيها مطرا علينا البارح لما ما حصلناش خيم إحنا ما حصلناش. لم يكن من بد أمام هذه الأم المكافحة إلا مواجهة محنتها والتغلب على أعبائها لتكون مثالا واضحا للمرأة القوية التي وجدها زوجها وأسرتها جيشهم الوحيد. محمد يوسف لقناة بلقيس محافظة حجة.